السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنكلمكم عن الأخطاء اللي حصلت معايا في الفيديو. الخطأ حصل مرتين، مرة في الجزء بتاع ورق الشجر ده، فأنا عملت مرة زيادة في الجزء ده، ورقة شجر زيادة في الحتة دي. طبعا السطر اللي وراها أنا اكتشفت الموضوع ده فتصلح، يعني انا فكيته صلحته ما صورتوش معاكم، بس الخطأ اللي حصل في الوحدات ما كانش ينفع يتغير. ليه بقى؟ لان اللي حصل في الجزء ده، في ديت اللي حصل الاختلاف حصل في دي، فلما حصل في دي وكمان في خطأ هنا، سوري، وخطأ هنا كمان، تمام. اما حصل في هنا ما قدرناش نعمل ايه، ما قدرناش نظبط الوحدة زي ما كنا متخيلين. يعني هي دي مظبوطة بالملي، يعني حتى الاتجاهات بتاعت التنقيس هنا مظبوطة، تمام. يعني الاتجاه بتاع التنقيس في الجزء ده مظبوط، تمام. اما كنا ننقص هنا ودخلنا في الوحدات التانية وعملنا العمود ده المايل طلع مظبوط ومفيش اي مشكلة، تمام. ولما جينا عملنا الزيادة في الجزء في السلسلتين دول، اللي متابع معايا عارف طلعت مظبوطة، تمام. اللي قدامي مظبوطة، في دي فيها خطأ ودي فيها خطأ. انا فضلت ان انا ما صلحش الخطأ بره الكادر علشان تشوفوا الاخطاء ممكن تعمل ايه. بص، نهاية الغرزة بتاعتي هبقى اقرب لكم الشغل وانا بشتغل معاكم. بص، هنا عملت غرزة حشو، لكن هنا شوفوا نهايتها ما ظبطتش، تمام. شايفين الجزء ده ما اتظبطش، كمان الجزء ده لو لاحظنا ما اتظبطش، تمام. مع اني خلصت الغرزة لكن ما اتظبطش. هقول لكم هنا في خطأ ايه وهقول لكم هنا خطأ ايه. الخطأ هنا في الزيادة اللي انا هعملها هنا. بصوا، انا عملت المفروض في السلسلتين دول بطلع باتنين زيادة، تمام. هنا ما تعملوش، واخدين بالنا، هنا ما تعملوش. اكتشفتها امتى؟ اكتشفتها لما باجي اقفل هنا في الاواخر، العدد هنا مش زي العدد هنا، تمام. فنركز قوي واحنا بنشتغل. شايفين انا مرضتش افكها، كان امكاني افكها. هنطول شويه في الفيديو بس في الشغل، بس قلت ايه، لا انا مش هفك علشان اوريكم الاخطاء ممكن تعمل ايه. ما اكتشفتهاش الا من بدايه الاخر، تمام. فلازم اهو بقول لكم من قبل ما تشتغلوا في المفرش لازم نركز في كل خطوه، في كل سطر قد كله زي بعضه كله مظبوط. بصي على السطر قبل ما تنقل السطر اللي وراه، بصي عليه. انا ممكن الاستعجال ان انا اخلص بسرعه لانه هو قعد معايا تقريبا 4 ايام، فانا بشتغل في المفرش، فالسرعه ان انا اخلصه ممكن تخليني عيني تغاضت عن الجزء الخطا في الزياده ما اتعملش هنا، تمام. هو المفروض اهو هنا زياده، هنا الاثنين بتوعي ودي الثالثه زياده في السلاسل، وهنا الثلاثه بتوعي ومفروض الزياده هنا في السلاسل في الجزء ده، فما اتعملتش، تمام. ده خطا واحد بس هنا ادى ان حجم دي ما يبقاش قد حجم هنا، يعني الحجم ده ما بقاش قد الحجم ده، تمام. نيجي هنا للخطا اللي هنا، طبعا برضو الحجم هنا مش زي الحجم هنا، مع انه فيه اهي الزياده مظبوطه، اتنين واتنين 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 موجودة، وفي الاخر هنا بدأنا التنقيس. بس ما جينا الناحية التانية في الجزء ده، بصوا لغاية هنا مظبوط اهي، لغاية هنا الرسمة مظبوطة والحجم مظبوط، ولو عدينا هنا هنلاقيهم قد بعض، تمام. نيجي بعد كده في الجزء ده في الحتة دي بالظبط، بلاقي نفسي ان انا نسيت ان انا ما اشتغلش العمود ده. مفروض انا ما اشتغلوش زي كده، ما اشتغلش العمود ده. بصوا انا اشتغلت العمود ده، طبعا ده خطأ وارد، وفي كل الاوقات ان انت تغلطي وتنسي، فانا نسيت وعملت العمود ده، فادى الى ان انا مظبطش الادوار حتى لو هي صح، هي صح بس ما ظبطتش معايا عشان نسيت وطلع في الاخر ان في زيادة حصلت مش موجودة هناك اهي، طلعت مظبوطة هنا لكن هنا ما طلعتش مظبوطة، تمام. ان شاء الله تكونوا قدرتوا تستوعبوا الاخطاء اللي انا عملتها. وانا قلت لكم طبعا في الاخطاء هنا بتتلحق في الدور اللي بعديه عشان انت بتبقي مركزه
بالباترون بتاعك يكون مظبوط في كل دور، فانت الدور ما بيعديش الا لما يتظبط الدور ده عشان الادوار شبه بعضيها، فانا ما خدتش بالي. طبعا وارد ان تغلطي هنا وتغلطي هنا وتغلطي في كل المفرش، بس انت اللي بيظبط معاكي ان انت تلحقي نفسك قبل ما تكملي المفرش عشان ما تطلع الشغل بتاعك يطلع مظبوط. تمام، شكرا ليكم جدا لكل اللي معايا الفيديو لغايه دلوقتي، انا بشكركم، وان شاء الله تعملوا مفرش ويطلع مظبوط معاكم من اول مره. بس كل دور لازم نركز فيه كويس قوي ونتاكد ان احنا ظابطينه قبل ما نتنقل للوحده الثانيه، يعني خلصنا وحده نتنقل للوحده الثانيه نتاكد ان الوحده بتاعتنا مظبوطه وكل تفاصيل الخطوات بتاعتنا مظبوطه. شكرا لكم، الى اللقاء، مع السلامه، مع تحيات جهاد الانصاري.